برهان تيا شيخ مدرب السودان في ثوب المنقذ. تقريباً مفيش مكان في السودان برهان تيا ما دربش فيه، درب فرق الشمال والشرق والغرب والجنوب في السودان وكمان المريخ في العاصمة، عشان كده بيطلق عليه لقب شيخ المدربين. ودلوقتي حان دوره في ارتداء ثوب المنقذ وتدريب منتخب السودان في وقت صعب وضيق جداً قبل كأس الأمم الإفريقية. برهان تيا هو صاحب الرقم القياسي بالتدريب في الدوري السوداني لمدة 25 موسم متتالي، مسيرة طويلة درب خلالها 13 نادي في السودان عدا 4 فقط أبرزهم الهلال، والأهم إن مفيش فريق دربه هبط معاه. مدرب بيعشق المغامرة، فقاد الأهلي عطبرة اللي كان يعتبر مغمور في الكرة السودانية للتأهل للكونفدرالية، ونفس الأمر تكرر مع فرق حي العرب والأمل والمواردة. ورغم مشواره الطويل إلا أنه مش محظوظ، فحل وصيف 4 مرات في مشواره بالدوري مع الموردة والمريخ، وأفضل إنجازاته التتويج ببطولة كأس السودان مرتين مع الموردة عام 1997 ومع المريخ 2014. دلوقتي متهيألي عرفتم ليه لقب بشيخ المدربين، مش لأنه مدرب عجوز، ولكن لأنه الأقدم بين المدربين في الدوري السوداني. مسيرة برهان تيا أكيد مش مع أندية فقط، في 2007 قاد منتخب السودان للفوز ببطولة سيكافا لمنتخبات شرق ووسط إفريقيا، وبعد 9 سنين أصبح أول مدرب في تاريخ السودان يفوز بكأس سيكافا مع المنتخب ومع المريخ في 2016، ودرب منتخب السودان للشباب وخسر من منتخب مصر في تصفيات إفريقيا تحت 20 سنة في 2014 بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين، وسجل لمصر وقتها وليد نيدفيد وناصر ماهر وأفشة في السودان وعبدالله جمعة وأحمد حسن في الإياب بالإسكندرية. وزي ما كان مدرب، ساهم كمدرب مساعد في تحقيق المنتخب المحلي للمركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للمحليين في 2018. منتخب السودان صاحب لقب 1970 راجع بعد غياب 10 سنين عن كأس الأمم، وهيكون في مجموعة بتضم مصر ونيجيريا وغينيا بيساو. السودان كانت حسمت تأهلها في الجولة الأخيرة على حساب جنوب إفريقيا وتأهلت مع غانا، لكن تراجع النتائج مع هوبر فيلود خصوصاً في كأس العرب جعل التغيير مطلوب، وقبل أقل من شهر تم تعيين برهان مديراً فنياً لصقور الجديان. محو أثار النتائج السلبية في كأس العرب هتكون مهمة برهان تيا، والوصول لأبعد نقطة مع صقور الجديان في كأس الأمم هيكون هدفه بكل تأكيد.